هو لمسلم عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الحديث. ثم قال ألا أداة تنبيه، وأدوات التنبيه يراد منها التأكيد على ما بعدها. قال ألا، من أجل إذا سمع السامع هذه الكلمة ألا يشتاق إلى ما بعدها فيهيئ سمعه إلى ما بعدها. ما الذي بعدها؟ وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. في رواية أخرى عند مسلم وصالحيهم. ثم قال ألا، أداة تنبيه أخرى، إذن هناك أمر عظيم. ثم قال فلا تتخذوا، هنا نهي، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم ماذا قال؟ فإني أنهاكم عن ذلك.